طيب رجعنا لكم من جديد، وكنا قبل الفاصل قلنا ان احنا هنقول كل التفاصيل الخاصه بصفقه حسين الشحات التي لم تتم حتى هذه اللحظه، لكن ان شاء الله باذن الله المؤكد ان الصفقه في طريقها للاتمام، وان شاء الله حسين الشحات هيكون لاعب في النادي الاهلي. الساعات المقبله قد تشهد انفراجه كبيره جدا في المفاوضات ما بين النادي الاهلي واداره نادي العين الاماراتي، مش قد تشهد، هي هتشهد ان شاء الله باذن الله انفراجه كبيره جدا في المفاوضات ما بين الفرقتين ان شاء الله، زي ما احنا شفنا كده امبارح من خلال طبعا تصريحات حسين الشحات مع الاعلامي الزميل كابتن سيف زاهر، وكان بيتكلم عن رغبته الشديده ان هو يكون متواجد في النادي الاهلي. الرغبه متبادله طبعا، النادي الاهلي طالما لقى ان حسين شحات رغبته كبيره جدا، ودي رغبه معروفه من زمان بالنسبه لحسين شحات ان هو نفسه يلعب في النادي الاهلي، وعنده استعداد لتضحيات كبيره جدا جدا بالتحديد تضحيات ماديه ان هو يضحي بيها عشان يكون متواجد في النادي الاهلي، بالتالي النادي الاهلي ما بيسيبش حد يكون متمسك بيه لهذه الدرجه، فبالتالي يعني جمهور النادي الاهلي ان شاء الله يطمن بشكل كبير جدا خلال ساعات او خلال ايام قليله قليله جدا، يوم او يومين ان شاء الله الصفقه ممكن تتم بشكل رسمي، ويكون في اعلان رسمي من قبل النادي الاهلي بخصوص حسين الشحات، واحد الصفقات اللي هتكون اكيد اضافه قويه جدا بالنسبه لفريق النادي الاهلي بخلاف طبعا صفقات النادي الاهلي ابرامها حتى الان. لكن هل تكون صفقه حسين الشحات هي الصفقه الاخيره بالنسبه للفريق؟ لا، النادي الاهلي مش هتكون بالنسبه له صفقه حسين الشحات الصفقه الاخيره، هيكون في صفقتين او ثلاثه كمان، صفقتين او ثلاثه كمان، ده شيء مؤكد. واحنا زي ما قلنا لكم الاسبوع اللي فات ان حسين الشحات الموضوع مش بعيد، كان في كلام كتير جدا طلع ان حسين الشحات خلاص اداره العين مش هترضى والاهلي ما قدمش عرض، لا قلنا لكم هنا من خلال برنامج كلام في الميديا ان النادي الاهلي لسه في مفاوضات مع حسين الشحات، وفعلا بعديها على طول النادي الاهلي اعلن بشكل رسمي ان هيكون في او في مفاوضات مع حسين الشحات. الامور ان شاء الله في الرتوش الاخيره بالنسبه لحسين الشحات، ومش هتكون اخر صفقه للنادي الاهلي، ان شاء الله في صفقات اخرى في مراكز النادي الاهلي محتاج فيها فعلا تدعيم ان شاء الله عشان يكون الفريق مكتمل بشكل تام وبشكل جيد ولائق للمنافسه على مختلف البطولات، ولعل ابرزها طبعا بطوله دوري ابطال افريقيا بخلاف طبعا البطولات المحليه الهامه جدا بالنسبه للنادي الاهلي. دي التفاصيل الخاصه بحسين الشحات، وان شاء الله الصفقه تتم قريبا جدا 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 باذن الله.